السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة. اليوم إذا الله راد رح نعمل سمك سمكة حارة بالفرن. بسم الله بنبلش. عندي سمكة حجم متوسط للشوي، غسلته أكيد وبرشته ونظفته كتير منيح وشقحته حتى يستوي قلبه. أنا بدي أحط بقلبه كمون، حاطة معلقة كمون ومعلقة ملح. اكيد انا السمك بغسله بطحين، برجع بغسله مره تانية بحامض حتى اتاكد انه كتير نضيف وراحت منه ريحه الزنخه. هلا بدي احط فيه الملح والكمون الناعم. بسم الله ما شاء الله بهذا الشكل اللي انتم شايفينه، الملح من جوا ومن برا. اكيد انتو بتقدروا تعملوا الكميه اللي بدكم اياها اللي انتو محتاجينها. بسم الله، هون عندي الكزبره، فرمتها كزبره خضراء، والثوم المهروس نزيحهم هيك على جنب. بخلطهم كتير منيح مع بعض وبحط معهم معلقه دبس الحر. احنا بنقول له فلافله حلوه او فلافله حر، انا خلطتهم مع بعض، الحار والحلو مع بعض. خلطهم كتير منيح مع بعض، احط بقلبها ومن برا. طعمتها كتير كتير زاكي وطيبة وبهذا الشكل. هلا رح اغطيهم بورق الالمنيوم. حاولوا انه تكون ورق الانامينو بعيد عن السمك ما يدق بالسمك. بدنا نحطه بالفرن. اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا نجهز حدو تبولي، انا بحب حدو التبولي، بقدونس وخس. هلا بفرمهم نعناع اخضر، رح اجهزهم وافرجيكم كيف صاروا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هون جهزت الخضرة، بندورة، نعنع وبقدونس وخس وحر. اللهم صل على سيدنا محمد، بصل اخضر. وعندي البرغل. البرغل اذا عندكم الاسمر، انا بحب الاسمر اكتر، بس المتواجد عندي البرغل الناعم الابيض. حامض الليمون وملح، حامض الليمون حسب الرغبة. زيت الزيتون، نخلطهم كتير منيح مع بعض. بحطهم فوق الخضرة اللي أنا فرمتهم قبل. بسم الله، الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. خلطهم كتير منيح مع بعض لحتى تصير عنا التبولة جاهزة. تبولي حد السمك كتير كتير طيب. انا هون مجهزة بقدونس قبل بوقت. بدي اعمل طراطور حد السمك، طحينة. هلا بدي ازيد عليهم ملح وبزيد عليهم المي. المي بالتدريج حزيد عليهم لحتى ما يكبتل عندي الطحينة إذا قلرت. وحامض الليمون، شوفوا بهذا الشكل حزيد أنا الطحينة والمي بالتدريج وخلطهم كتير منيح مع بعض. حفرجيكم كيف حيطلع قوامه. حزيد كمان معلقة طحينة. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بتعرفوا هلا السمك كتير طيب بالشتاء، انا بحب السمك بالشتاء اكتر من الصيف. هيك صار قوامه الطراطور معنا. وهلا طلعنا السمك تقريبا اخد معنا 3 ارباع الساعة بالفرن، والتبولة جاهزة وبطاطا مقلية، حامض الليمون والطراطور. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين كيف شكلها التبولة؟ حطيت عليها انا رمان
والسلام عليكم.